بسم الله الرحمن الرحيم. سنة مهجورة لا يعلمه كثير من الناس. روي عن أحد الصحابة رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فرأيته متربعا. فكثير من العلماء قالوا أن التربع هو أفضل هيئة للصلاة جلوسا. طبعا كثير من الناس لا يعلموا ذلك. وأنا كنت قرأت حديث لا أذكر متنه يعني حرفيا بما معناه، في رواه الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم، أنه أفضل صلاة الرجل أن يصلي متربعا. يعني إيه متربعا؟ إذا أراد أن يصلي جالسا، يعني تقعد مربع رجليك. عارفين لما الواحد بيبقى قاعد على الأرض مربع رجليه، دي أفضل هيئة للصلاة، أفضل متى تصلي على الكرسي. أو بعض الناس بيصلي على نفس الهيئة اللي هو بيصلي فيها، وهو الجلسة اللي بيجلسها بين التشهد بين السجدتين أو جلسة التشهد. لا، أريح شيء وأكثر شيء فيه اطمئنان وأكثر وأعظم ثوابا للصلاة جلسات جلوسا، أنك تصلي متربعا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تربع رجليك لما تكون تعبان مش قادر تصلي وأنت واقف، أو حتى أصابك كسل. ده الكلام ده في النوافل. طبعا في الفروض لا يجوز، ده رأي جمهور العلماء سلفا وخلفا، لا يجوز الإنسان ان هو يصلي جلوسا اذا كان قادرا على الوقوف. وتبطل الصلاه عند جمهور العلماء اذا انسان صلى جالسا هو قادر على الوقوف في الفرائض. اما في النوافل فالصلاه تكون على نصف الصلاه، كما قال عليه الصلاه والسلام: صلاه الرجل متنفلا نصف صلاته قائما. بس ده في النوافل. فنفترض الانسان تعبان او كسلان او عايز يصلي وهو قاعد، افضل الصلاه انك انت تصلي وانت قاعد ان انت تصلي وانت مربع، تربع رجليك وتقعد زي ما انا كده قاعد بكلم نفس الطريقه اللي قاعد بيها دلوقتي. انا قاعد مربع رجلي وانا بكلمكم، تقعد على رجليك بس بينك ده، وانت بدل ما تبقى واقف تبقى مربع رجليك، بعدين تركع، بعدين تقف، بعدين انت ترجع تاني كده، بعدين سجود تسجد، بعدين بين السجدتين ما تقعدش مربع، بين السجدتين تقعد بالهيئه المعروفه، تحط ايديك زي ما هو في السجدتين، تروح ترجع رجليك وقاعد سجد السجده الثانيه، بعدين بعد تسجد السجده تيجي تقوم تروح جاي مربع رجليك ثاني، وهكذا. دي افضل طريقه للصلاه جلوس، مش انك انت تقعد على كرسي ولا انك انت بعض الناس يصلي زي ما قلت لكم بالهيئه اللي هي اللي احنا بنقعد بيها بين السجدتين، ويحط ايديه على افخاذه. لا لا، ودي سنه مهجوره، ودي افضل طريقه، لان التي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان تاخد اعظم ثواب وانت بتصلي قاعد. وانا قلت لحضراتكم قبل كده ان احياء السنن المهجوره التي لا يعلمها اكثر الناس فيها فضل عظيم، واحياء السنن المهجوره من صلى الذي يحيي السنن المهجوره له اجر شهيد، وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا هكتب لكم الكلام ده في الوصف، هسوي هذا الكلام. أقول قولي هذا، استغفر الله.